المصباح السحري خرافة من خرافات علاء الدين. ذهب بعض من الشباب للعب، فجأة لقوا المصباح السحري أمامهم، فتحقق لهم ثلاث أمنيات. إن كنت تريد مشاهدة هذا الفيلم الممتع، انزل حط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس واستمتع بهذا الفيديو. ما بصحاش كل يوم واصطبح غير لما حد يقول لي انت فقير. ليه كل يوم واحد بيقول لي انت معفن وشحات؟ ليه يا ربي طيب خلقتني كده؟ لا انا هرضى اقول الحمد لله، بس برضه مش هخلي حد يكسرني ويقول عليا انا فقير ومعفن وشحات. محدش هيكسرني واوصل لحلمي انا اوصله، وكل اللي بيقولوا عليا فقير وشحات هيعرفوا مين مكمل جيجي، هيعرفوا مين مكمل اللي دايما بيشوفوه في الشوارع والناس بتشوفه بيقولوا عليه شحات، هيشوفوا مين مكمل. انا ههتم بدراسة وهتم بكل حاجتي، وهعرف اوري الناس دي بعد كده مين مكمل، مين الطفل الفقير اللي بيحاول يوصل لحلمه والناس كلها بتكسره برضه هيوصل له، يعني هيوصل له. اوكي يا تلاميذ، اليوم راح ندرس درس في الجغرافيا، فراح اول شيء راح احكي لكم قصة. فاللي هي كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك مصباح سحري كان عند الفراعنة. فالفراعنة كانوا يستغلوا ذا المصباح السحري عشان يحققوا كل الأمنيات. فبعد 5 سنوات لما كانوا يستخدموه كتير راح المصباح السري فجأة. ف مستر سؤال، مستر هلا. هو بعد اذنك انت بتقول مصباح سحري ومش عارف ايه، هو مش كان المصباح السحري دوت بيظهر في الافلام بس على اي خرافات وكده بس؟ ياب، المصباح السحري حقي علاء الدين زي ده. طب انا مستر ما بصدقش الخرافات ديت ولا خرافات الفراعنه، وعارف ان الكلام ده اصلا ما بيحصلش وعمره لا ما دي يحصل. حقيقة لا دي حقيقة وقاعدين ندرسها في الجغرافيا. طب سؤال بعد اذنك تاني يا مستر، سؤال تاني، هل المصباح السحري ده ممكن حد يلاقيه في وقتنا الحالي؟ يب يمكن. لا يا مستر، يا مستر بقول لك دي خرافات، انت المفروض يا مستر، يقول العلماء يا مستر العلماء يقولوا اللي يقولوه، انا بقول لك يا مستر الكلام ده مش صحيح وانا ما صدقش الخرافات دي حد. بس انا اصدق العلماء. اسمع كلامه مستر. هلا مستر، عندي سؤال، هو مال الفراعنه لو صوتك من قبلك. الو، تاني بقول لك الفراعنة. سؤال انا بصور. مستر الفراعنة لو ازاي؟ الفراعنة لو ازاي؟ لقوه في الارض، كانوا يتمشوا، كانوا راح يحاربوا الاعداء، وبعدين لقوا المسبح. ماشي. مستر سؤال. يلا مستر، هو ليه، هو ايه لون المصباح ده ومصنوع من ايه؟ هذا المصباح مصنوع من الايرون. اوكي سؤال اخر مستر. يلا بقول لك يا مستر، هم لقوه ماشيين ولا لا، وهو شكله عامل ازاي؟ لقوه هم ماشيين في الارض، فهمت؟ فالحين يا شباب وصلنا نهاية الدرس. ف كملت الدرس. يلا سلام. كل كل لا ما في سؤال. يلا اخرج يا جدعان، انتوا بتصدقوا خرافات المصباح السحري والحاجات اللي هو بيقول عليها الاستاذ ديت؟ حد فيهم مصدق؟ انا مصدقه. انا بصراحه مش مصدقه قوي يعني. بص لا يعني مصباح يا جرجس، افهم يا جرجس، هم بيقولوا ان في مصباح سحري ايام الفراعنه، وانا مش مصدق الكلام ده لان ما فيش اصلا حاجه اسمها مصباح سحري، واي حد بيقول الكلام عفاريت اي حاجه، كل الكلام ده خرافات. مين معايا؟ كان بيجي في الكرتون بتاع حتى لو بس برضه ممكن يبقى فيه اصلا. ازاي مش انت كنت بتقول يا عم انا كده لا كده مش هنصدق. احنا نروح نتفرج على فيلم علاء الدين ونبقى نفكر في حكايه المصباح ديت. يلا عايزين حاجه؟ حتى سلامة من كامل. سلام. احنا سلام. يا عم الخرافات اللي هم بيقولوا عليها مصباح سحري ومش عارف ايه، هل ممكن ان في حد يلاقي المصباح السحري دوت؟ ده كله عشان قلت لكم ان المصباح السحري مش حقيقي. لا الاستاذ اللي قال لكم تعملوا كده ما تعملوش كده يا اصحابي، والله بيتي ما عنديش غيره وده حلمي. ذكرياتي كلها فيه. استنوا طيب، استنوا. لا اجري. اخ امتى يا رب الناس هتبطل تنمر وتبطل ام القرف اللي هما بيعملوه في ام الحياه ديت؟ الواحد زي اصلا منهم. ايه ده، المصباح السحري؟
هو ايه اللي جابه هنا دوت؟ انا دايما ما بشوفوش غير في الافلام يا عم، ده هتلاقيه خرافات. ايه ده؟ طب ثواني كده. ايه ده؟ شبيك لبيك، اطلع بين ايديك. ايه ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وش حلمك؟ حلمي؟ انت الحقيقة يا عم انا بشوفكش غير في افلام علاء الدين وكده، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا حقيقي، انا حقيقي. ثواني كده. ايه ده؟ هو والله هو. طب اسمع اسمع، انت كم امنية عندك بالله عليك؟ عشان انا نفسي في 3 اماني. عندك 3 امنيات بس. طب عندي بس يعني، هو انا كنت طالما عندك 3 خلاص ماشي، بس يعني هو انت فيك شر وكده ممكن تضرني؟ لا طب اول امنية عندي، اتمنى ان اصحابي يبطلوا التنمر عليا. انت يلا تعال هنا. ايه ده؟ قول تاني امني قبل ما عامل ايه يا صاحبي؟ ايه ده الناس بقت تصاحبني؟ خد ايه ده التاني جاي؟ ايه ده؟ طب ثواني، هو ما حد فيهم شايفك؟ عامل ايه يا صاحبي؟ وما حد فيهم شايفك؟ عامل ايه يا ابو الصحاب؟ ما حد يشوفني الا انت. طب بتكلم مين من كام؟ ثواني بس ثواني. مفيش حد. طب الامنية اتمنى ان انا ابقى غني. الأمنية الثالثة. أتمنى إني أكون إنسان محترم في حياتي وأكون مشهور. تمك كل الأمنيات، ارفع راسك فوق. يلا إمكامي. طب تعمل إيه إمكامي؟ يلا. يا جدعان. إيه ده يا جدعان؟ يا إمكامي. لا مفيش حاجة. إمكامي اللي بتتجنن. سيبوني بس يا جدعان. سيبوني. لا أنا دماغي بتوجعني. يا لا تعالوا نلعب كورة. طب استنوني بس. استنوا انا جبت فلوس يا جدعان. الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها في الافلام طلعت حقيقه. انا هجري. لا محدش يجي ورايا. استنوا يا شباب. محدش يجي ورايا يا عيال. سيبوه. يا ربي، اخيرا الواحد بقى يختني وينام على سراير احسن ما كان بينام على الارض. الحمد لله. اخي روح نصلي بقى العشاء عشان الجو اتاخر بقى. مفيش حد في القريه نامت. مش عارف ايه قريه الكفره دولت، مفيش حد فيهم بيقوم يصلي. انا اللي عشان متعلم، هم جهله. انا ايه ده المصباح السحري اللي جابوه هنا تاني ده؟ طب استنى كده نفركه، يمكن يطلع لنا اللي هو السحري دوت تاني عشان يقول لنا امنيات تانيه. نزل شبيك لبيك. اخيرا انتهت مدة الامنيات. ايه؟ السلام عليكم. انت بترمي علي. قوم يا ابني، قوم يا ابني، قوم. ايه يا جدعان انتوا مالكم كده يا جدعان؟ في ايه؟ ما تخافش. طب في ايه؟ فلوسي وسعوا كده. فلوسي فين؟ ده بيتي القديم. فلوسي فين يا جدعان؟ فلوسي فين؟ لا استنى لقيناك مرمي. احنا لقيناك مرمي على الجامع هناك. طب انتوا لقيتوني مرمي، فلوسي فين؟ جبتوني هنا ليه؟ يا الله. طب انا بيتي كان هنا. استنوا يا جدعان بقى، ما تخرجني زي مجنون كده. بيتي كان هنا اقسم بالله كان هنا. ما كان هنا اصلا ولا بيت. ما كانش في بيت هنا اصلا حاجه. يا جدعان ما تهزروش بالله عليكم، ما تهزروش. منهزرش يا ابني، مفيش بيت هنا يا ابني. طب لو في حرام ياخد قولوا لي، بس كان في بيت هنا. لا مفيش. بس احنا لقيناك ماسك حاجه زي المصباح كده وانت واقع في الارض. يا جدعان بص أيوة. بص انا اقول لكم حاجه. الاصوات دي ايه ده يا جدعان؟ بص مش بيك، ما نسمع ولا شيء. لا بص اسمع، انا كنت ماشي اولا هنا ولقيت عفريت دماغي. ليه كده؟ طيب يا جدعان، طب هم راحوا فين؟ يا الله، ليه يا رب اللي بيحصل لي ده كله؟ ليه يا رب ام العفاريت والحاجات اللي بتظهر لي ديت؟ يوه. طيب ثواني ندرسها بالعقل. انا بيتي اصلا ما كانش كده، فثواني ندرسها بالعقل. هم بيقولوا اللي هم لقوني، يعني المعنى من كده ما كانش حلم. ايوه ما كانش حلم، بس العفريت قال لي ان مهلتك انتهت.
يعني معنى من كده ان المصباح السحري بيقعد وقت معين والفلوس بتنتهي، يعني معنى كده ان انا هفضل فقير، يعني معنى كده الناس هتفضل تتنمر عليا. بس غيروا لي البيت بتاعي امتى دولت؟ يمكن صحابي ساعدوني، انا متأكد انهم عملوا كده. اخ يا ربي اخ.